الحاسد والساحر ليهم ريحة وحشة، واللون الأحمر هو لون الشيطان، وقراية الفنجان بيشارك فيها القرين. خبيرة طاروت كشفت مفاجأة عن السحر والحسد. كشفت خبيرة الأبراج والطاروت وفاء حامد مفاجأة عن السحر والحسد والأعمال. ففاجت وفاء الناس بعلامة مميزة يقدروا من خلالها يعرفوا الساحر والحاسد عشان يتجنبوه ويتقوا شره. فتعالوا بينا مع بعض نعرف وفاء قالت إيه. البداية كانت مع كلام خبيرة الأبراج والطاروت وفاء حامد عن السحر والأعمال، وتحذيرها للناس من أن المقربين منهم ممكن يكونوا هم اللي بيحسدوهم أو بيعمل لهم أعمال عشان يعطلوا حياتهم. وكمان وضحت علامة مميزة بتكون فيهم يقدروا من خلالها يعرفوا مين هو الساحر والحاسد. وقالت وفاء حامد في كلامها: الحاسد ليه ريحة، والساحر ليه ريحة خاصة بيهم هم، وريحتهم بتكون مش كويسة. ما بيحسش الريحة دي غير الشخص الروحاني القريب من ربنا جدا أيا كان مذهبه. وانا بقدر اعرفهم وبشم منهم ريحه مختلفه وبنفر منهم خالص، وريحتهم وطاقتهم بتكون مختلفه. مش بس كده، كمان وفاء كشفت مفاجاه عن قرايه الفنجان وعلاقتها بالشرك بالله وكمان الجن، ووضحت سر خطير عنه وقالت: انا ضد قراءه الفنجان والكف والودع، ده شرك بالله. لكن طاقه الطاروت طاقه روحانيه، لكن الفنجان بيعتمد على وسواس القرين للشخص القارئ. مفيش فنجان بيتقري، وهم نفسهم قالوا ان القرين هو اللي بيقول للشيخ كل اللي بيحصل. اما بقى الكلام اللي صدمت بيه المتابعين فهو عن اللون الاحمر، وقالت ان اللون الاحمر هو اللون المفضل عند الشيطان وبيفتح بوابات جن وعفاريت. وعشان كده في مسلسل المداح كانوا بيخلوا اللون الأحمر هو لون العفاريت والأماكن بتاعتهم. ما ينفعش حد يعمل وشوم أو رسومات على جسمه باللون الخطر ده، أو يلبس أحمر كتير لأنه خطر عليه وبيجذب ليه طاقة خطيرة، خاصة للأبراج الهوائية وكمان النارية. وإن لازم عشان الواحد يلبسه يكون متحصن كويس بذكر الله. ومش بس خبيرة الطاروت وفاء حامد اللي كشفت عن أسرار خاصة عن السحر والحسد، لكن أحمد جابر خبير الرؤية الشرعية هو كمان كشف مفاجأة عن إزاي الشخص يفرق ما بين إذا كان فعلا مسحور ولا مريض. وقال في كلامه: السحر ممكن يصيبك بمرض لكن وهمي ومش حقيقي، يعني تحس ان قلبك تعبان بس تكشف ما تلاقيش عندك اي حاجة، يعني يكون في تعب واعراض لكن ما فيش اي تشخيص طبي للمرض اللي عندك. في الحالة دي بتكون معرض للسحر وبتعرض نفسك على الرؤية الشرعية، لان في الطريق ده في ناس كتيرة موهومين سواء المعالجين او اللي حاسين بالاعراض. فالسحر بيعمل عرض بس بدون مرض، يعني لو حد عنده سرطان مش مسحور ولا حاجة لأن طلع له تشخيص طبي، يبقى أنت اتنقلت من فكرة إنك مسحور إن ربنا ابتلاك بمرض. لكن اللي بيقول إن السحر يمرض الأجساد ويجيب المرض فهاتلي دليل من السنة والقرآن، والنبي اتعمل له سحر بالمرض والجنون لكن ما صابوش لا مرض ولا جنون. لكن بقى في مشكلة في الذاكرة، وبعد ما خرج السحر شفي النبي وما بقاش يخيل إليه. وبقول تاني، مفيش أي دليل في القرآن بيقول إنه بيجيب مرض واضح متشخص ولا بيقتل مثلا، وده القرآن والسنة وعلى أرض الواقع قولا واحدا لا. شاركنا انت كمان برأيك وقلنا، شايف معاهم حق فعلا في كلامهم ولا مجرد كلام مبالغ فيه ومش متفق مع القرآن ولا السنة؟